هاي، حبيت اني احكي معكم تطمنكم عن صحتي. انا اليوم اكيد احسن. تعرضت لفيروس كورونا وعم بعاني منه لي 4 ايام، وجع كتير كبير بالجسم. حبيت احكي عن تجربتي لكلكم تنتبهوا على حالكم وما تعرضوا حياتكم وحياة غيركم للخطر. هذا الفيروس منتشر بطريقة كتير كبيرة بلبنان. انا مع كل الاحتياطات اللي اخدتها تعرضت له، ما بعرف كيف. بطلب منكم تصلوا لي وتلتزموا بالتعبئة العامة لحتى تنتبهوا على حياتكم وحياة كل الناس اللي حواليكم. أنا محجورة بالبيت طبعا، لأنه بهمني حياة غيري كمان. صادرين الرازي، مرسي.